تاني دكتور نحب نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا دكتور ابراهيم صبري، استشاري امراض بطنه محافظه دمياط. تشرفنا يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور، من خبره حضرتك تحب تنصحنا بايه عن السكر او تعرفنا ايه اكتر عن السكر؟ وطبعا احنا في موضوع بسيط قوي يعني، لكن بيهم جزء كبير قوي من مرضى السكر، اللي هم المرضى المعتمدين على الانسولين. وللاسف يعني يمكن كثير من الاطباء ما بيجدوش وقت ان هم يدوا للمريض التثقيف الصحي المطلوب لمريض السكر المعتمد على الانسولين، وعلى راسه كيفيه ان هو ياخد حقنه الانسولين. وبالتالي احنا ممكن نشوف ان بعض العيانين بيكونوا بياخدوا نفس الجرعه وبياخدوا نفس كميات الاكل، بيعملوا نفس المجهود، وبنلاحظ ان فيه اختلاف شديد في الارقام بتاعت السكر. دي بيرجع لعامل رئيسي وهو حقن الجرعه بتاعت الانسولين في تحت الجلد. فاول حاجه، ناس كثيره ما بتبقاش عارفه يعني ايه كلمه تحت الجلد، وبيدوا الحقنه بتراقى مايله 45 درجه او 30 درجه على الجلد، وده غلط. المفروض الحقنه بتبقى عموديه عشان تنزل لمنطقه تحت الجلد. بيختلف الرفيع من التخين، الاجابه لا، لان احنا طبقه اللي هي الاولى من الجلد والثانيه دول لا يتعدوا 3.3 ملي. اذا كان الواحد تخين او رفيع ما بتفرقش، اللي بيفرق طبقه الدهون اللي تحت الجلد، ده اللي بيميز واحد تخين عن واحد رفيع. فانا مجرد ان انا بستعمل اي نوع من انواع سرنجات الانسولين اللي هي 4 ملي او 6 ملي او 8 ملي وبخش بيها، فانا هخش في منطقه تحت الجلد، اخش منطقه تحت الجلد. يستثنى من هذا الناس الرفيعين قوي قوي قوي، يستحسن ان احنا بنرفع الجلد بصبعين بس كده، بنعمل زي جزء من الجلد عالي وبنحقن من خلال الجزء المرتفع ده، وبنفضل ماسكين الجلد لغايه ما نخلص الحقن خالص وبعدين يرجع لحد ده. ما بنطلبوش الا في الاطفال والناس اللي هم الرفيعين قوي. نيجي بعد كده لموضوع ان المكان الحقن، مكان الحقن في عندنا اربع اماكن، اللي هو الفخذ من اعلى يمين او شمال، حوالين السره في البطن، وفي الدراع من المنطقه الخلفيه. الاماكن دي وكمان منطقه الـ 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 العضله الخلفيه، منطقه الجيب بتاع البنطلون، دي كل دي ممكن نحقن منها. لو احنا عايزين حاجه سريعه يبقى يستحسن حوالين السره، لو عايزين حاجه تبقى ابطا شويه تبقى في منطقه الدراع او في منطقه الـ 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 الساق. نيجي بعد كده ما يدعى باسم الروتيشن او التدوير، ان احنا ضروري ما نحقنش في نفس المكان. لو حقنا في نفس المكان بيترتب عليه تكوين بعض التكتلات الدهنيه اللي بتعوق عمليه هضم امتصاص الانسولين من المكان ده، وبالتالي ممكن واحنا بنحقن تلاقي جزء كبير من الانسولين ردد بعد كده. فضروري ننصح العيان انك بتعمل تدوير للمكان الحقن، ما يبقاش في نفس المكان، كل مره تتحرك بعيد بعيد عن اللي قبل منه، بعيد عن اللي قبل منه، بحيث لما نرجع لنفس المكان يكون مر عده ايام عشان ما تتكونش المواد الدهنيه دي. ضروري زي ما قلنا ان احنا بندي الحقن عمودي، ما فيش حاجه اسمها تطهير للجلد لا بكلونيا ولا في مساج بعد الحقن. التطهير بس ان الواحد يكون ايه جسمه نظيف، بس المنطقه بتاعت الحقن بتبقى نظيفه. الجرعه بتاعت الالم او الانسولين بتبقى متاكد ان انت اخد الجرعه مظبوطه، ان ضروري يبقى في نقطه انسولين تظهر من السن بتاع الحقنه او الالم عشان تعرف ان الجرعه اللي انت اخدها مظبوطه. لما بتاخد كميه الانسولين بتحقن، ما بتشيلش ايدك على طول، بتستمر من 5 ثواني ل 10 ثواني على حسب الكميه، عشان لو شلت ايدك على طول ممكن جزء من الانسولين بيخرج من المكان ده. ضروري حاجه برضو اللي هي عمليه التخلص من السنون بتاعه الانسولين، ما ينفعش ابدا حضرتك ترميها في الـ الحاجات اللي الاماكن اللي بترمى فيها الحاجات العاديه من بقايا الاطعمه او كده، لان طبعا ممكن تنقل العدوى لو العامل اللي بيشيلها دخلت فيه الابره دي. فضروري يبقى في عندك حاجه زي سيفتي بوكس بتحط فيها الحاجات دي وتتقفل، واقرب مستشفى فيها محرقه بتوديها بتترمى فيها، او حتى انت لو حطيتها بقى ضمن الحاجات اللي بترميها وممكن موجوده في بوكس ومقفول، بتبقى مدعاه ان الناس تتخلص منها بطريقه امنه. طب معلش يا دكتور، حضرتك بتقول ممكن تنقل العدوى، طبعا السكر مش بيتنقل عن طريق، لا انا بتكلم ننقل العدوى، عدوى زي الايد، لا العدوى ما بنتكلمش على السكر، بنتكلم على عدوى اذا كان في حاجات بتتنقل عن طريق الدم زي فيروس سي او فيروس بي او الايدز
الكلام ده كله ممكن يبقى الحقنه ملوثه وتنقل العدوى لواحد تاني. تمام، ميرسي جدا يا دكتور على وقتك. شكرا، شكرا.